هذا الناشط البصري يتحدث بحرقة عن أموال البصرة التي تذهب إلى جيوب الفاسدين كما يصفهم من خلال مشاريع وهمية ترصد لها المليارات، ونتيجة الكارثية أن هذه المشاريع لم تدم سوى أشهر حتى تبين عليها أثار الفساد، وتساءل لماذا تذهب أموال البصرة إلى بناء رصيف أو صبغ شارع بينما المدينة بحاجة إلى مستشفيات لعلاج الأمراض السرطانية وتوفير علاج لمن لديهم هذه الأمراض. عم السلام عليكم أهل البصرة، تعالوا شوف الطرقاعة طاحت على روسنا من وراء منافع النفط. إيش حصلت البصرة من وراء منافع النفط؟ وشوفوا الشوارع صاير بيها اللي انذبت وانهدرت عليها مليارات مؤلفة، المفروض تنذب على مستشفيات أمراض السرطان قسم الأورام ومستشفى الطفل بالبصرة، المفروض هاي الأموال تنذب هنا. باعوا عمي، شوفوا هذا الشارع شلون مغصوف، باعوا رحم الله واديكم. أنا الحكي ترى ما جايبه من جيبي، الله وكيلكم، باعوا هذا العمود شلون شافي، هذا بنص مليار أعتقد. شاهد، شوفوا شوفوا عمي، شوفوا مشاهديني، شوف البصرة وين وين، هذا شارع كامل راح أوصل لكم أنا. شاهد البصرة وأموالها وين جاي تروح، شاهدوا عمي، شاهد البصرة عمي، هذا المقرنص تطور. أنتم انتخبتوا جبار العيبي وقلتوا بصري وخبير نفطي، مع احتراماتي لكم، ليش والله العظيم بعد شكلكم، ما أدري شكلكم، باعوا باعوا هاي الجلوبات النظيفة هاي بمليارات، شوفوها ناقعة ماي. شاهدوا عمي، شاهدوا يا البصرة، شوفوا أموالكم وين جاي تروح، أموال النفط اللي جاي تعارك عليها السياسيين وتتظاهر عليها وقلب الدنيا على البصرة، ايش عبالكم اكو واحد يحبكم انتم أهل البصرة؟ شاهدوا 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 عمي، بوي بوقتكم على السكينة، شاهدوا بوي. ها عمي، هاي أموالكم المفروض تتعالج بيها أمراض السرطانية يا أهل البصرة، ليش هيك؟